صحبة الحوارات ما تكذبش تقول اخوان بتاكلوا معيش على الحكايات فصلتوني ما فيش فيكم سندان طلعتوا بجد كسر شمال وقت الضيقة كنت عيان خزلتوني بتعملوا الحوار صرت معاكوا ليل ونهار مفيش واحد سالك فيكم تعبتوني اتقلبت الموازين وطبت كفه الخاينين وشفت الرخص كده على عين خدعتوني الضرب بقى على عين وطلع موضة الوش بالدا ولاد عايت التعابين بيأذوني يا صاحبة الإفلاس على الضرب وعلى الأنفاس آخركوا سهرة حلوة وكاس وتنسوني الضرب بقى على عين وطلع موضة الوش بالدا ولاد عايت التعابين بيأذوني على الدرب وعلى الأنفاس آخركم سهرة حلوة وكان وتنسوني أسفة أصحاب رخص بالضيع ما يتأمنوش على المواضيع تعب والنعمة فيكوا فظيع تعطوني دخلت سوق أندال بيمشوا كمان على الأهمال عينيهم بس على الأبواب ارفع ايدك هترفع ايدك الاثنين لفوق وتسمعني سقفة اللهم صل على النبي من وجع قلبي حزن مكسور ومتعبي محدش شاف عذاب قدي وقال قفلت ببالي الخوف
صباح البلاد على المكشوف. طب اللي جابه راجل يرفع ايده.